مرحبا بكم أيها الإخوان في قناة كويرية في الذاكرة، وعيد مبارك سعيد تتمناه لكم قناة كويرية في الذاكرة. وبأي حال عدت يا عيد؟ يأتي عيد ويذهب عيد، وهناك شريحة من المشاهير تعاني، مشاهير كروية مغربية كيعاني في صمت مع العائلة ديالهم بدون التفاتة من طرف المسؤولين من طرف الجامعة أو القنوات المغربية. واليوم اختارينا لكم هذه الحلقة، هذه غادي نخصوها لواحد الأسداني من منطقة الشرق العزيزة على المغرب. اختارينا الأسد مصطفى الطاهري أو مصطفى طاهر، لاعب المولودية الوجدية والمنتخب الوطني المغربي في السبعينات، والأسد مصطفى البياز من مدينة تازة، لاعب النهضة البركانية وجمعية تازة والرجاء البيضاوي والكوكب المراكشي وجمعية الحليب والمنتخب الوطني المغربي في الثمانينات. في الصورة الأسد مصطفى الطاهري ديال مولودية وجدة في السبعينات، مولودية وجدة والمنتخب الوطني المغربي. وفي الصورة مصطفى البياز الأسد ديال المنتخب الوطني المغربي في الثمانينات. هذان الأسدان ينتميان لنفس منطقة الشرق العزيزة علينا، ولكن الظروف اللي كيعيشوا منها ظروف صعيبة، ظروف المرض، ولكن ما كيناش واحد الالتفاتة وما كيناش واحد تقديم شي خبر عليهم في القنوات التلفزية من صلة الرحم مع هذني النجماني وهذني الأسدان. مصطفى البياز ومصطفى الطاهري اللي كيحملوا نفس الاسم مصطفى وكينتميان نفس المنطقة الشرقية العزيزة علينا، وكانوا كيلعبوا في نفس خط الدفاع، وكانوا كيحملوا نفس الأنفة ونفس الشراسة في اللعب ديالهم، لأنهم كانوا كيلعبوا بالنية وبكل إخلاص، وكانوا بالكرة بالمفهوم ديال الكورية كيفزقوا التوني. هاد اللاعبان اللي كيعانيين الآن من مرض كله والحال ديالو كيفاش كيعيشوا، ولكن كاين تهميش وكاين نكران من طرف المسؤولين من طرف الجامعه من طرف القنوات التلفزيه، ولا خبر يقدم على هذين الاسدين. في الصوره كنقدموا للاجيال الحاليه هذا مصطفى الطاهري، وما ادراك ما مصطفى الطاهري اللي كان كيتسمى بمصطفى ديال وجده. وسالوا عن مصطفى ديال وجده، سالوا اللاعبين اللي كانوا عايشوا مصطفى الطاهري، فراس، سالوا عزيز بودرباله، لكانت شي لقاء ديال البطوله الوطنيه، وكانت شي فريق ديال شي فريق مغربي غادي ينزل مولوديه وجده سواء في وجده او خارج وجده، فكانوا كيحسب الف حساب المصطفى تاع وجده في الدفاع لانه كان شرس. وانتم غادي تشوفوا الصوره ديال مصطفى الطاهري الله يشافيه، اللي مع كامل الاسف اصيب بمرض عضال وتم بتر احدى رجليه. يعني مؤسف ما نعيشه، مؤسف هذا النكران وعدم الاعتراف. وحنا كنشوف في الصورة الأسد البياز مصطفى البياز، وما أدرك ما مصطفى البياز، واسألوا عنه اللاعبين الأفارقة، اسألوا روجي ميلا، اسألوا عبد الله الطروري، اسألوا كالو شابواليا. يعني كان مصطفى البياز سيد الدفاع بامتياز، وكان الزكي كيرتاح ملي كيكون لاعب مصطفى البياز. وراكم شفتوا ملي ما لعبش مصطفى البياز ضد المانيا، يعني انهزم المنتخب الوطني المغربي بضربه خطا ديال الشمته من طرف ماتيوس. وفي الصوره مصطفى الطاهري ديال مولودية وجده الله يشافيه. يعني اختارينا هذان الاسدان اللي كينتميان لنفس المنطقه الشرقيه العزيزه على المغرب، مصطفى البياز من تازه ومصطفى الطاهري من وجده، يحملان نفس الاسم مصطفى مصطفى مصطفى، فقط الكنيه هي اللي مختلفة. ولهاد الأجيال كما قلت غادي نقدموا هاد اللقطات، هاد اللقطة هادي ديال الأسد مصطفى الطاهري ديال مولودية وجدة اللي كان كيحسب، اللي كان الفرق الوطنية كتحسب ليه ألف حساب. وهنا الأسد مصطفى البياز اللي قدم مقابلات رائعة رفعت المنتخب الوطني المغربي في الثمانينات، سواء في الإقصائيات الإفريقية أو في كأس العالم بمكسيكو 1986. فحرام حرام أن يعيشوا تهميش هذين النجمان وهذين الأسدين اللي تواروا عن الأنظار، لأن عندهم الأنفة وما كيرضوش. احنا ماشي درنا هذه الحلقة
باش نطلبوا العطف ديال شي حد او فهادو كيستحقوا العطف، يعني كيستحقوه، كيستحقوا التنويه وكيستحقوا الاعتراف. احنا مع كامل الاسف عندنا سياسه التنكر والنكران، وديما الدروس كتاتينا من الغرب، كنشوفوا الغرب كيعتني بالمشاهير ديالو عكس ما يقع في المغرب. وها كأس إفريقيا المنظمة غادي تجي في المغرب 2025، وهالمونديال ديال 2030 إلا بقاو هاد الناس وبقينا حنا في الحياة، فعلى الأقل هاد الناس نقدموا لهم واحد الاعتراف. وهما كيعانيو في صمت، وراه ماشي غير هاد، ماشي مصطفى البياز ومصطفى الطاهري اللي كيعانيو مع المرض، هناك نجوم كثر. هذه غير حلقة خصصناها الأسدان من جهة الشرق العزيزة علينا، والله يشافي مصطفى البياز ومصطفى الطاهري.